البرنامج هذا ممنوع لأعمارهم أقل من 12 سنة. اسمي سمر، عمري 23 سنة، قرية تجارة دولية. ونهار قرر بابا إنه يهزني للخدمة في الجنوب. نهار أكهو عنا شركة متاع تصدير الدقلة غادي، قال لي امشي معايا باش نعملوا الحسابات بحكم قرايتي. قصدنا ربي مع الخمسة متاع الصباح وخدمنا اللي كتم ربي، ودوبا ما كمل الوالد الخدمة. كملت الحسابات اللي قدامي، قال لي هاي نروحوا، يعني في نفس النهار اللي مشينا فيه نروحوا فيه. كملنا نهارتها مع العشرة متاع الليل، يعني نوصل سوسة كان عقاب الصباح. أمين يقتلوا انتي عينيك على قدها، خنبتوا هالليلة في اللوتي ونقصوا ربي غدوة الصباح. لوجنا على الوتيل، أما غلبيتهم كانوا معبين. انعتنا واحد على الوتيل قريب، دخلنا بالزهر، فما كان هالبيت. قلت استنى فينا، سمعنا راجل يقول البيت هذي ما تحبش كوني بيت فيها، سيغطو انه يكون راجل تحب كان نساء. يعني اني ننصحك انك تمشي انت وبوك لبلاصة اخرى، علاش تضحي بوك؟ اني شخصيا كنت نحب الميتافيزيقيا والارواح والجن. اما قلت البابا لازمنا نروحو، خير ما نقعد ندمين على قعدتنا وتجينا حكاية لا على البال ولا على الخاطر، وخاصة اني عندي حب قوي تجاه بابا. هيك الدنيا وما فيها وما نحبش فيه حتى دقة تبرا. اما الوالد قال لي تو انت قارية وفهم الدنيا، باش تؤمن بالحكايات الفارغة هذه وداخل الفاكولتي وخاسر عليك المال الدنيا وما فيها، باش تصدق كلامها الراجل؟ هيا يا بنتي تو تولي البيت تحب الرجال ونسي بصيف عليها. Yeah.